لما بيجي عندنا مشاكل في العمود الفقري اكتر حاجه بتشك فيها ايه؟ هل مشكله البطانه المهاجره هي مشكله انابيب؟ ادخل بقى دلوقتي على سمنه الاطفال، طرق العلاج المختلفة لدرجات الغضروف المختلفة، ايه اللي بتعمل للسيدات اللي عندهم تكاثر مبايض، دور التشخيص اللي منظار البطن بعد الأشعة بالصبغة، ايه اللي بيبوظ الأنظمة الغذائية بتاعت معظم الناس اللي بتمشي على دايت. كنت معكم دكتورة لاتونة، استودعكم الله.